بالنسبة لنا سيطرنا على الحريق خلاص، المرحلة الأخيرة تبريد. حريق شارك فيه 17 آلية إطفاء. الحريق بباركينج بسرعة 80 سيارة. يوم ثبت العطلة والباركينج مطول، في بقلبه موتورات كهرباء بأجروا كهرباء للمنازل، وفي خزانات مازوت. واللي ضايقنا أكثر أنه المازوت صار يمشي هو والع ينقل النار. والسيارات لأنه هم باركينج بلزقة مبنيين مراصين، لأنه ولعت السيارات عملت قوة نارية ضخمة مع حرارة عالية كثير. أدت إلى انتقال النار للأبنية الملاصقة فوق السيارات. طبعا العمليات كانت بكذا شخص، يعني عمل كبير. كانت بشق أخلاق المواطنين، لأنه أنت بتعرفي باللحظة الأولى العالم خافت بتصير هاي. بتصير لأنه من الخوف، بس هي بالعلم ما لازم تصير، بالتوعية ما لازم تصير. بس إنه كمان لا نلومهم، يعني هو واحد شو اسمه اللي سقط، بس نحن نقلناه عايش على المستشفى. نعم. الجامعة الأمريكية. يعني هل من سقوط قتلى كنا قد شاهدنا سقوط؟ نعم. هل يعني بأنه ما يزال على قيد الحياة؟ هل تم إنقاذه؟ هلا بدي أقول لك شغلة. هلا نحن وصلنا على المستشفى عايش. نعم. نحن هلا عنا شغلة ثانية بعد الإطفاء، يعني نحن خلصنا هلا الإطفاء تبريد. نعم. هلا عنا بحث داخل المبنى، يعني ما بتعرفي أنت إذا في إذا كان هناك أشخاص تخبوا خافوا نهاروا غابوا عن الوعي داخل البيوت، يعني من قوة الدخنة صار في حالات اختناق مثلا. هلأ بلشت عملية الكشف على المبنيين الملاصقين تماما للموقف. لا، بشان هيك أنا ما عم بقدر حدد مبدئيا غير عندي إصابة خطيرة واحدة هلأ.